ممكن صاحبة السعادة ست اسعاد هاني ميوز. اهلا وسهلا صاحبة السعادة، تفضلي. ابدا ولا تبدا الى ما تفضل يا سامي. صندوق بيج تايم، انت من عمالقة الصناع السينمائيين في الوطن العربي. هذا الصندوق ب4 مليار جنيه يدعم هذا الحراك السينمائي، كيف تشوفي هذا الدعم، هذا الزخم الكبير؟ لا ده شيء رائع طبعا، لانه هي انا بالنسبه لي صناعه السينما ما هي الا مال وبعدين فن، لانه اذا ما فيش مال ما فيش فن، يعني بيبقى صعب جدا لا صناعه وتجاره. فاللي بيحصل ده كله يعني طفره عظيمه جدا، كنا متوقعينها ومستنيينها كلنا، والحمد لله انه I'm very happy، يعني ده شيء عظيم وده شغل ناس بتفكر مظبوط جدا. اسفه مديكي ظهري. لا يا فندم، مدام سعيد اهلا بحضرتك، يعني حضرتك مشرفانا. و يعني خليني اسال حضرتك، كان سامي يكلم حضرتك في الجزء المتعلق بصناعه السينما، احنا شايفين المستقبل شكله ايه؟ لان احنا الحقيقه انه بالتعاون المصري السعودي في ارقام كبيره قوي اتذكرت، في كلام عن نصوص مصريه لمسارح في السعوديه، ليالي متبادله، غير طبعا الارقام للافلام ودعم الافلام والسينما. ده بيشكل مرحله جديده من الفن العربي برايك؟ لا طبعا مرحله ان شاء الله جديده ورائعه. عايزه اقول لك يعني مش لازم ننسى انه صناعه السينما في مصر بالذات بقى لها فوق ال 125 سنه، فبالتالي احنا عندنا رصيد وعندنا خبره وعندنا عمر طويل في الصناعه، وكان من المتوقع انه الصناعه دي تحتل مكانها في العالم زي الصناعات الاخرى اللي قد تكون احسن سنه اقل سنه، لكن احنا شاهدنا مع بعض هوليوود وشاهدنا بوليوود وشاهدنا حاجة اسمها نوليوود ولكنها ما كملتش قوي، يعني كان لازم يبقى فيه صناعة عربية برضو، لأنه الفيلم المصري بيخاطب العالم العربي كله، وسبب أصيل في وحدة العرب مع بعض، لأنه اللغة بتجمع الناس ببعض والثقافة طبعا. فده أعتقد أنه ده وقت مناسب جدا، فكر سليم جدا، رؤية واضحة جدا للمستقبل، ولأنك أنت بتشوفي برضو أنه الصناعة في أمريكا أنا شايفاها مهزوزة شوية، فبالتالي إحنا عندنا فرصة أن إحنا نحتل ونبقى معاهم طبعا في مع المملكة ومع معالي المستشار تركي آل شيخ، لأنه الفكر متطور وكان محتاج الضخ الأموال دي علشان المسألة كلها تتحد مع بعضها. أنا شايفة أنه في مستقبل كويس قوي للتوزيع ولفرض الفيلم على العربي، مصري عربي، مع على كل يعني إيه قارات كتير، يعني آسيا من أهم القارات اللي احنا لازم نخاطبها، لأنه الثقافة فيها تقارب كتير، لاتين أمريكا الثقافة متقاربة جدا، أوروبا وأمريكا أنت بتطرحي ثقافتك اللي هم لما بيلاقوا فيلم جيد بيحتفوا بيه يعني، فده اللي بيحصل شيء عظيم. هي دي رؤية التكامل اللي دايما بنقول عليها طبعا، هي رؤية التكامل لتثبيت الهوية، ده شغل لنا كلنا طبعا طبعا، ده حقيقي صح. شكرا جزيلا مدام سعاد، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا على هذا اللقاء مدام سعاد. الا بس ننتظر